أهلا بكم من جديد. وفي خبر وردنا منذ قليل، أفادت السلطات الفرنسية بمقتل شخص وإصابة آخر بالرصاص في إطلاق نار أمام مستشفى هنري دونان في العاصمة الفرنسية باريس. وأفادت مصادر متعددة أن مطلق النار لاذ بالفرار بعد أن أطلق عديدا أو عددا من العيارات النارية. يذكر أن هذا المستشفى الذي وقعت أمامه عملية إطلاق النار هو خاص بالمسنين وكبار السن، ويستخدم الآن كمركز للتلقيح من وباء كورونا. للمزيد ينضم إلينا من أمام مستشفى هذا المستشفى في باريس مراسلنا محمد الحاجي. محمد، كما نتابع خلفك في الصورة حضور أمني، ماذا حدث بالضبط؟ ما المعلومات المتوفرة لديك حتى الآن حول هذا الحادث؟ نعم جمال، حضور أمني كثيف في التفاصيل. أنه عند الساعة 1:30 ظهرا أطلق مجهول النار على مستشفى أنري دونان في الدائرة 16، هذه الدائرة الراقية والهادئة في باريس. أصاب امرأة ورجل، بعدها توفي الرجل. في التفاصيل أن الجاني والذي كان يمتطي دراجة نارية قام على ما يبدو ما يشبه عملية إعدام بحق الرجل، قام بإفراغ رصاصاته في رأسه و لاذ بالفرار. الشرطه كما ترى من هنا من خلفي اغلقت كل المداخل المؤديه الى هذا الشارع، شارع كلانج في الدائره 16 هنا، كل منعت حتى الماره من المرور من هنا دون ابراز فقط هوياتهم. في التفاصيل ان المستشفى ايضا هو يستعمل ايضا كمركز للعلاج او لقاح فيروس كورونا. ما زالت الاسباب وراء هذه العمليه مجهوله. تم استبعاد ما يفترض بأنه عمل إرهابي، اعتبار بأن ما قام به الرجل بحق الضحية يشبه تماما عمليات تصفية الحسابات بين الأشخاص، وهذا ما أبعد فرضية الإرهاب. الشرطة هنا مدججة بالسلاح وسائل الإعلام موجودة جميعا، هناك قلق عام. نحن اليوم على أبواب، بعد ساعات سوف يبدأ الشهر الفضيل، هناك دائما قلق بداية الشهر من أي عمليات أو ردود فعل من عمليات إرهابية بحق الفرنسيين، لكن كل المؤشرات تدل على أن هذا العمل إلى حد اللحظة بعيد على أن يكون عمل إرهابي. لكن الشرطة تبحث عن الرجل في كل مكان، هو يلبس الأسود، يضع كمامة وأيضا يضع على رأسه قبعة وينتطي دراجة نارية، اختفى في شوارع باريس. جاري البحث عنه، سنعرف التفاصيل لاحقا، ما أسباب ذلك، ما الدوافع، وأيضا اسم الضحية على الأقل، نعم. الرابط بينها وبين الجاني. شكرا جزيلا لك محمد الحاجي مراسل العربي من باريس.